اليوم الأخير من عمر المعرض الفرسي الجامع لكل أشكال البهاء والفخر. حاول نقربكم من الجهود المبذولة من أجل تنمية سلسلة خيول اللي عندها الأثر الإيجابي اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. في ختم الكلام لكم منا أزكى السلام، نلتقي إن أحيانا الله بعد عام في أمان الله. الكساب تيدير واحد المجهود كبير، وهاد السنة أنتم شفتوا اليوم دازت المباراة ديال الخيول البربرية. البارح كانت الخيول العربية البربرية، يعني من أحسن الخيول اللي تتوج في البلاد، لأن كما تتعرف هاد الخيول اللي جات هنا قبل ما توصل لهنا راه دازت واحد المباراة جهوية، وبي جهوية إلا كان صح التعبير في العربي البربري. ملي تتوصل هذيك الخيول اللي تتوج تتوصل هنا وتتبارى مع الخيول لي شامبيون ديال العام اللي فات، دونك تتكون واحد التلاقي بين لي شامبيون ديال العام فات ولا شامبيون ديال هذا العام، وتتكون واحد المقارنه، ومن خلال هذه المقارنه تيكون واحد الكلاسمون واحد الترتيب، وديك الساعه تتعطى دي بريم للناس اللي جاوا الاولين والثانيين والثالثين، وهذا تيزيد يحفز الملاكين، لان ملي تيشاركوا في هذه المباريات تيمشيو من جديد عاوتاني تيوجدوا، خاصه دوك الناس اللي ما ساعدهمش الحظ تيوليو عاوتاني من دابا تيشتغلوا باش العام الجاي يحاولوا يجيبوا من احسن ما عندهم ديال الخيول. كنقولوا الجديد كنوجدوا المباراه بحال هذه ديال العام الجاي، حنا دابا من دابا خدامين على المباراه ديال العام الجاي باش نوجدوا الناس السيريات ديالهم. اون فوا كتخرج دابا كتجي تاخذ لي كوموند، هنا كتخرج خاصك توجد على بواحد 4 شهور 5 كتوجد الناس ديالك. هذا هو الغرض، علاش دابا كتجيب شي حاجه جديده باش كتنيغوسي مع الناس باش يوجدوا راسهم العام الجاي. من بعد كيكون دابا بحال حنا دابا عندنا الناس ديال اكادير قنيطره، الناس ديال الغابتي، هذا هو الموعد ديالنا هنايا، في كنتلاقى وناقشوا شنو خاص العام، وفي المعامله كتبقى التليفون والواتساب صافي، واللي خدام على طول العام كتوجد السلعه كتصيفطها تبيرتيها الناس. حنا دابا عندنا السروجه، وعندنا العضومه، وعندنا الطراش، هذا الشيء صنع ديال المحل، ما بقيناش كنشريو سلعه من عند حريفي اخر باش نكملوا السرج، لان السرج في ثلاثه ديال المراحل، كنقولوا السقاط هو هذا الصفر هكا، وكنقولوا العظم، وكنقولوا الترشيح. المرتبة الأولى هدية الأصيل رقم 19. هاد السنة هادي جاو محاضرين من 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 مستوى عالي، باحثين اللي تكلموا لنا في المستوى في نوصل البحث العلمي على صعيد الجينيات، يعني جينيتيك ديال الخيول والعلاقة ديال الجينيات بالمستوى والاستعمالات ديال الخيول. استعمال التقنيات الجديدة جعل بأن المستوى ديال الفرس زاد كبر، بحيث ولا الفرس مثلا العربي الاصيل هنا اللي مربي اللي تربى في المغرب كينافس المستوى اللي كاين عالميا لا في الخليج ولا في دول اخرى، وهذا الشيء نظرا للعلاقه الوطيده اللي كاينه ما بين المهنيين والناس اللي كيسهروا على البحث والابتكار. هذا المعرض هذا وصل لواحد المستوى يعني عالمي معترف به، ويمكننا نقولوا بانه مارك ديبوزي كما قلتي، علامه مغربيه خالصه، لانه ولا مراه المعرض ولا مراه ديال النتائج ديال المهنيين والادارات والمتدخلين والباحثين في ميدان سلسله الخيول اللي كيبان هنايا في هذا المعرض. هذا